بالنسبة للمتظاهرين في بغداد فإن الطريق نحو إسقاط الحكومة يمر عبر جسور استراتيجية تحولت في الآونة الأخيرة هذه الجسور إلى ساحات مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية. فمن أصل 12 جسرا يربطون منطقتي الكرخ والرصافة أي شطري بغداد على ضفتي نهر دجلة الشرقية والغربية، فإن الأنظار تتجه إلى 4 جسور حيوية شهدت وما تزال تشهد اشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين الذين يحاولون ثني المتظاهرين من التوجه عبرها إلى مقار حكومية. من أين كانت البداية؟ كانت البداية من جسر الجمهورية، هذا هو هنا، والذي يصل ساحة التحرير ومبنى المطعم التركي الشهير، مركز الاحتجاج في المنطقة الخضراء، ولأهميته الاستراتيجية في حماية المنطقة الخضراء الرمزية. أقامت قوات الأمن العراقية على الجسر 3 حواجز إسمنتية يقف المتظاهرون عند أولها كما نشاهد هنا. نتجه شمالا إلى جسر الجمهورية، طبعا بمئات الأمتار نجد هناك جسر السنك، وهو جسر آخر حيوي يربط ساحة الخلاني بمبنى السفارة الإيرانية في المنطقة الخضراء. نواصل التوجه أيضا إلى الشمال قليلا وليس بعيدا أيضا لنجد جسري الأحرار والشهداء الذين يقودان مباشرة إلى الجانب الذي يقع فيه مبنى رئاسة الوزراء من المنطقة الخضراء. سقوط عدد من الجرحى في فض التظاهر، لا زالت القنابل الصوتية بكثافة على المتظاهرين المتواجدين في ساحة الخلاني وتقدم القوات الشغب باتجاه ساحة التحرير. اتفاق سياسي توصلت إليه القوى السياسية الرئيسية في العراق مضمونه الإبقاء على السلطة الحالية حتى وأن اضطرهم الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. شخصيات سياسية عراقية كشفت عن أن الاتفاق الذي توصلت له غالبية قيادات الكتل الكبيرة في العراق يعطي عادل عبد المهدي ضوءا أخضر للبقاء في السلطة، والمقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد إضافة إلى تعديلات دستورية. لكن اللافت هنا هو اتفاق الأطراف السياسية على دعم إجراءات الحكومة المتخذة لإنهاء الاحتجاجات وبكافة الوسائل المتاحة. اتفاق كشفت مصادر سياسية عراقية عن أنه جاء بعد لقاء جمع الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السستاني نجل المرجعية علي السستاني، ومن المفترض أن تترجم بنود هذا اللقاء خلال جلسة البرلمان. أيدت الحكومة مرة أخرى يتعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بوضع حد للفساد، لكن المختلف هذه المرة هو تزامن ذلك مع اتفاق القوى السياسية الرئيسية على الإبقاء على السلطة الحالية وإن تطلب الأمر قمع الاحتجاجات بالقوة. الحديث عن اتفاق القوى السياسية عبر تسريبات نقلها مصدران سياسيان يعزز ما حذر منه المتظاهرون منذ البداية ويضعف فرص الوفاء بتعهدات الحكومة في ظل غياب ضغط حقيقي يدفعها نحو الإصلاح، فالحكومة لم تتوقف عن التصريح باستعدادها للاستجابة لمطالب المحتجين. فتعهد عبد المهدي باعتبار المظاهرات سلمية شرعية، لكن قوات الأمن أثبتت عكس ذلك على الأرض وردت بعنف مفرط أودى بحياة العشرات. حكومة عبد المهدي قالت إن التظاهرات ساهمت في الضغط على القوى التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسار وقبول التغيير، بينما يثبت اتفاق القوى السياسية الأخير بطلان ذلك. تعهدت الحكومة العراقية بالتحقيق في مقتل وإصابة المئات وفعلت، لكنها لم تسمي الجناة، فأمنوا العقاب وأساءوا استخدام السلاح والسلطة. أقرت الحكومة أيضا بفساد الأحزاب، لكنها رفضت طرح سبيل لإنهاء المحاصصة الطائفية وتعهدت بالإصلاح. أقرت الحكومة بأهمية حرية الإنترنت، لكنها قيدت الوصول إليه واعتبرت ذلك دفاعا عن حقوق المجموع. وعود الحكومة وتعهداتها تساقطت في أكثر من مناسبة، وهو ما يحدث هذه المرة، فالاتفاق الحزبي موضع الحديث تم بضغط إيراني، وقد تترجمه لجان برلمانية إلى قرارات رسمية ظهر مفعولها قبل صدورها بإغلاق الجسور واستهداف المتظاهرين.
معنا هنا في الاستوديو انتفاض قنبر السياسي العراقي ورئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن، معي من أمستردام أيضا عبر خدمة سكايب كريم بدر الحمداني الباحث السياسي العراقي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ انتفاض، أشكرك دائما أن تلبي الدعوة وتحضر هنا معنا في استوديو الحرة. ما هو السؤال المهم اليوم على الساحة السياسية العراقية؟ أهم سؤال برأيك اليوم. أهم سؤال في رأيي اليوم هو كل الاتفاق السياسي اللي ذكرته جنابك قبل دقائق يستند على اتفاق بين قاسم سليماني ومقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني. هذا مؤكد. هذا مؤكد. في العلم الشيعي الفقه الشيعي ابن المرجع ليس مرجعا. محمد رضا السيستاني ابن مرجع وليس مرجعا. مقتدى الصدر مع احترامنا لهم او لا ابن مرجع وليس مرجعا. فما يقولوه لا يحمل الشرعية. أين السيستاني؟ لماذا لا يظهر؟ لماذا لا هو يجتمع؟ صحته تمنعه. لا نعرف ولا لا؟ لا نعرف إذا هو كان واعي في وعيه. لا نعرف إذا كان ميت ولا عايش. البلد يدخل إذا كانت قضية قدسية خامنئي يومية يطلع بالتلفزيون. يعني هل أن قدسية خامنئي أقل من قدسية؟ فإذا القضية قضية أنه بدل يعني هذا الاتفاق لا يحمل الشرعية. أولا الشعب رفض الحكومة كما تعلم، وهناك 300 قتيل و15 ألف جريح بموجب مفوضية حقوق الإنسان الحكومية. والأرقام أكبر أصلا من الأرقام أضعاف ذلك. أنا أكد لك أكثر من 1500 شهيد، نعم، وأكثر من 40 ألف 30 ألف جريح، ولا نحسب المختطفين والمعتقلات. هذه حرب، هذه حرب عالمية، هذه حرب عالمية ضد الشعب العراقي. العراق لا يستطيع أن يستمر في هذا الحال لأنه واشنطن وعت، الكونغرس يتكلم عن الموضوع. أنا مدعو للكونغرس بعد كم يوم لإلقاء شهادة، والبيت الأبيض انتبه، ومجلس الأمن القومي انتبه. العراق يعيش على المساعدات الدولية. عندنا دفست، عندنا نقص بالميزانية العراقية 50-60 مليار دولار تسدها الديون بإسناد اقتصادي أمريكي وإسناد أمريكي من البنك الدولي. إذا أمريكا سحبت بساطها الدولة العراقية تنهار، حرامية المنطقة الخضراء ينهارون. لكن أنا أعرف ما في بالهم، قلتها في أكثر مناسبة، الموجودين شلة الحرامية في المنطقة الخضراء لا يهمهم العراق، يهمهم ورقة تخويل بتصدير النفط. هسه لو يسووا لهم حكومة فندق بلندن يقبلون ما دام ورقة تصدير النفط به. هم متمسكين بالنفط، لذلك أني أدعو المتظاهرين العراقيين إلى وقف تصدير النفط العراقي. اتجهوا إلى البصرة، لأن هذا نفطهم، هذا مو نفط الحكومة. ومن يقول أنهم يحرقون الأبنية الحكومية خطأ، لا هذا صح، لأنه أنا لا أحرض، لكن هذا ملكهم. وعندما أنت عندك بيت ومن بيتك يدخل حرامي أو مجرم ويضربك طلقات من بيتك، فأنت من حق أن تعمل أي شيء ببيتك، هذا بيتك. كيف واحد يأخذ من عندك ويقتلك من عنده؟ لذلك أنا أعتقد ما يحصل الآن هو العراق اليوم، الشعب العراقي حارب بالنيابة عن العالم داعش، والشعب العراقي اليوم يحارب إيران وولاية الفقيه بالنيابة عن العالم وبكل بطولة. دول كبرى لم تستطيع أن تقهر إيران، ولا يرى خامنئي يتراجع ويصرح التصريحات التي تدل على ارتباك كبير في المؤسسة الحاكمة الفاشية. طيب، في طهران. طيب ما رأيك يا أستاذ بدر، أليس الاتفاق السياسي اليوم، هذا الحراك السياسي الجديد، هو ترجمة لما قاله قاسم سليماني وتم تناقله كثيرا عبر وسائل الإعلام عندما قال بأننا نحن كإيرانيين نعرف كيف نتعامل مع ما يجري في العراق، أليس كذلك يا أستاذ بدر؟ تحياتي لك والمشاهدين الكرام. أنا في تقديري هناك من يحاول ركوب الموجة ولي عمق التظاهرات ومطالب المتظاهرين باتجاه إيران وباتجاه تصفية الحسابات وباتجاه الإساءة للرموز العراقية ولسيد السيستاني، وهذا الحقيقة كلام يعني مدان جملة وتفصيل، لأنه السيد السيستاني كان قبل سنتين كان يدعو للتظاهرات وفتاوي واضحة ويدعو الناس إلى التظاهر وإلى تغيير آلياتها وأسلوبها بالتظاهر، ويتكلم عن مشهد آخر غير هذا المشهد الذي ترون حينما تتهرك الناس. والسيد السيستاني هو الذي صاحب الفتوى المقدسة التي أفشلت الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن وكسرت داعش، وبالتالي الكلام عنه أصبح يعني ممجوج، يعني ما يحتاج إلى رد أصلا.
أنا في تقديري هناك يعني طرف دخل على الأزمة وهو الذي غير كل مجريات الأمور، ومطالبة واضحة، لا إيران ولا أمريكا ولا السعودية تستطيع التغيير الآن، والذين يعولون على الدبابة الأمريكية هؤلاء مهووسون يعني وقليلي حيلة وقليلي التفكير يعني أغبياء، لأنه ما ممكن بعد الأمريكان يتورطون بالعراق، يعني شافوا قوة العراق وقوة الجيش وقوة الحشد الشعبي وقوة الشعب العراقي الآن اللي موجود بالساحات اللي محاولة تغييب صوته. ما طلعت يعني بعض الأصوات الذين مطالب الشعب العراقي موجودة على مطعم التركي واضحة، محاولة تغييبها هي محاولة الإساءة للعراقيين يعني وإساءة لدمائهم. يقولون نريد تغيير الدستور ونريد تغيير قانون الانتخابات ونريد تفعيل القضاء ونريد أن يكون هناك يعني نظام انتخابي جديد في العراق. يريدون تغيير نظام التشغيل في العراق وتغيير الإعدادات داخل العراق. وهذا لعمري يعني أهم مطلب مطالب الشباب الواعين جدا ويتحركون بأسلوب رصين في المنطقة المحددة لهم. لكن هناك محاولة لتسريح التظاهرات وإسقاط الوطن وإسقاط الدولة وليس إسقاط العملية السياسية وإسقاط الموجودين. أنا في تقديري هذه الأصوات بدأ الشعب العراقي يكتشفها. هؤلاء الذين يريدون تثوير الوضع ويريدون القفز فوق الدماء، وهؤلاء الذئاب اللي يقفون على التل ينتظرون مجرد أن تبدأ الحرب الأهلية داخل العراق الآن من أجل أن يستثمرون هذه الدماء ويستغلون لتحقيق مآربهم الضيقة. هؤلاء مكشوفين أمام الشعب العراقي. الشعب يريد التغيير ويريد رغم أنف أمريكا ورغم أنف إيران ورغم أنف كل الذين يقفون بوجه هذا الشعب. نريد تغيير الدستور، لأنه اليوم تم تسريب بعض الآراء للقوى السنية والقوى الكردية أنهم ضد هذا التغيير وضد تغيير الدستور وضد قانون الانتخابات، وهم يدفعون باتجاه الحرب الأهلية داخل العراق، وهذا لن يحصل. الذين هزموا داعش بالتأكيد سيهزمون كل الأجندات الخارجية التي تريد الاقتصاص من وطنهم وإسقاط الدولة. طيب أنت من هؤلاء الناس المكشوفين الذين يحاولون دفع الأمور باتجاه إيران؟ أنا ما أجاوب على هالكلام. أنا أقول أن الشعب العراقي قال قولته، طلع بالشوارع، وهذول حرامية صار لهم 16 سنة بالحكم. اللي جابهم للحكم الدبابة الأمريكية، اللي جابهم بالحكم جورج بوش، اللي جابهم اللي سقط صدام مو زلزال ولا مطر ولا رعد، اللي سقط صدام هو الأمريكان، وجوا إلى العراق وسقطوا صدام. وإحنا اشتغلنا على الموضوع وإحنا روجنا لهم في واشنطن وإحنا ساعدناهم أن يكونون في الحكم، بدل ما يخدمون شعبهم ويخدمون الشيعة الذين هم يدافعون عنهم بدأوا بقتل الشيعة. انظر إلى المدن الشيعية، اتركني يعني. انظر إلى البصرة كيف كانت وكيف صارت، انظر إلى الناصرية، انظر إلى العمارة، انظر إلى الديوانية، مدارس مكسرة، شوارع مكسرة، ما مالح، حياة تعيسة، ميليشيات أثرت، أمراء وورلوردز، أمراء حرب يبنون ويشترون فيلات في بيروت وفي دبي بالملايين الدولارات بحجة المحاربة باسم دم الحسين. هذا ما حصل، هذا مو إحنا اللي قلناه، هم اللي سووا بنفسهم. هم لو ناجحين بالحكم كان ما حد طلع ضدهم. هم لو مستغلين فرصة هذه على المكان. لكن أن يجي بعدين إحنا السيستاني مدن مس بقداسة، نقول وينه، نقول السيستاني أنا ما قاطعتك، لا تلغي، لا تلغي، ما قاطعتك أنا، لا تلغي، لا تلغي، لا تلغي، لا تلغي، كافي، لا تلغي. أنت عميل إيراني، أنت عميل إيراني، أنت عميل إيراني، أنت عميل إيراني، أنت تشتغل القاسم سليماني، أنا أعرف من يدفع لك، أنت عميل إيراني، اسكت، صح، انشب، إيش، إيش، كافي، 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 إيش، 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 لا تلغي. انت لا تلغي، صاير لي ببغاء مال ابو مهدي المهندس، استحي على نفسك، هذا بسز. طيب اذا سمحتوا عليك انت اختار ضيوفك. خليني انا اتحفظ. طيب انا اتحفظ على هذه الدقيقه، اتحفظ على نصف الدقيقه الماضيه. طيب نسمع، يا تفضل نسمعك استاذ بدر رد على ما خلاني احكي. طيب على اساس تسمح لي؟ طيب نوزع الوقت، ساعود انا احكي ولا يطلق قاطعني. خلينا هالصوت القبيح هذا لو سمحت، رد بسرعه اذا تكرمت علي استاذ بدر حتى انا قادم من العراق قبل ايام،
وشاركت اخواني في التظاهرات، اتحدى هذا الرجل الجالس امامك ان يروح يشارك يوم واحد ويسجل دلوح 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 يقول لك لو ما اني انت كان ما صار براسه خير، اني سقط صدام ويا الامريكان، ولك انت كان هسه قاعد مشاري مشاري تخدم حمير، ولك انت منو صعدك للحكم وجماعتك غير الامريكان؟ ولك لو ما الامريكان انتم كان تبقون تصعدون نخل. طيب 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 يا يا شباب اذا سمحتوا تسمحوا لي اتحفظ على اسمحوا لي اتحفظ على نصف دقيقه على اساس هو سقط صدام. طيب انت كان مثلك يهوسون الصدام. طيب اللي كان مثلك كانوا فدائيين صدام. طيب اللي كانوا مثلك يتلوقون الصدام. تصل هذا المستوى الضحل بالاداء يا شباب. طيب طيب اخي ما يتناسب وياكم من صدامين الى بحثيين، من صدامين فدائيين صدام صرتوا خزمجيه طيب قاسم سليماني. نعرف ويا ويا أستاذ نعرف تواريخكم. طيب طيب يا استاذ انتفاض. طيب خلينا نسمع منه بشيء بسيط اذا تكرمت استاذ انتفاض. تفضل يا استاذ بدر، رد على الرجل في بعض النقاط ودعنا لا نخرج ايضا كثيرا على الموضوع وسياسيا الخوف اليوم لا تتكلم. انا ما زلت مبعد من العراق وبعثتني هاي الاحزاب اللي يتكلم عنها، ولست انا من دعمته ايران اللي كان مدير قناه اسيا اللي تدعمها ايران، الشخص الجالس امامك مو كريم بدر. كريم ما زال مبعد وما زلت بعيد عن عمليه سياسيه. انا اقول الذي ولك انا اشتغلت مع ايران حتى سقط صدام، سوينا تحالف امريكي ايراني حتى نسقط صدام يا حمار. لا اذا سمحت يا استاذ انتفاض بس لو تهدي اعصابك وارجوك ارجو ان تحفظ، انا اتحفظ على الكثير من الكلمات اذا تكرمت وتسمح لي. اشتغل ويا ايران عدو داعي لدي، انا طلعت بالتلفزيون قلت احنا اتفقنا مع ايران حتى نسقط صدام، حتى نجيب اسيادك نخليهم بالحكم اللي دمروا الشيعه. استاذ انتفاض استاذ انتفاض واستاذ بدر صبرا يا استاذ انتفاض قليلا صبرا اذا تكرمت. ما لي علاقه لا بايران ولا غير ايران، انتقد ايران. لا عندك علاقه بايران وتشتغل الايران وهذا كلامك مع ايران، وكل واحد ما يذكر ايران دمرت العراق هذا مو وطني ومو شريف ومو عراقي. ايران تدخلت في العراق ولديها اذرع في العراق، وامريكا لديها اذرع في العراق. امريكا ليس لديها من يفجر في العراق، امريكا لا تفجر سيارات مفخخه في العراق، امريكا ما تخلي قنابل جوا محمد باقر الحكيم، امريكا ما تقتل الشعب العراقي. هذه مو قناة حرة. طيب يا شباب لا لا صدقا يعني انا اروح البيت خلاص، انا اروع البيت ما في شيء. خليني بس نهدي اعصابنا اذا تكرمت استاذ انتفاض. اشكرك واشكرك يا استاذ بدر. احنا جايين نحكي بشكل متحضر. طيب تمام. هو يحكي كلامه وانا احكي كلامي. طيب ما يقعد يضرب بسامير على اساس هو نظر ولوكي. لا لا انا ارجوك استاذ انتفاض خلينا نتحفظ على بعض الكلمات، صار صعب جدا علي يعني بعض الكلمات وردت يعني انا تتطلب مني ان اتحفظ عليها بشكل كبير. استاذ انتفاض تكرمت لي حضرتك استاذ بدر. يا استاذ بدر طرح الرجل عده تساؤلات كثيره وانت في خضم حديثك قلت حضرتك قبل قليل في هناك اذرع، قلت عن امريكا وقلت عن ايران، وفي بدايه كلامك قلت هناك من يحاول لي وثني القضيه ودفعها باتجاه ايران اليوم. يعني القضيه ليست فقط قضيه التغول الايراني، يعني هذا ليس ما نبحثه اليوم، قضيه الضعف الكبير الذي وصلت اليه كل القوى السياسيه اليوم بان لا تم بسبب انت شفه واحده اعتراضا على هذا الاتفاق السياسي. هذا سؤال اليوم كثير كبير استاذ بدر. استاذ فاضل اولا تسريبات، هسه انا بحثت عن هذا الموضوع ماكو يا سيدي سياسي. تسريبات تمام ولا يمكن اي اتفاق سياسي ان يقف امام الشباب اللي موجودين الان واللي وصلت عدد شهدائهم الى اكثر من 400 والى جرحاهم 11000. هؤلاء شبابنا ومطالبهم واضحه، نريد تغيير الدستور ونريد اخراج امريكا ونريد اخراج ايران من العراق ونريد وطن، نريد وطن خالي من كل هذه الدرنات، خالي من سفاره فيها اكثر من 5000 طيب. موظف، ماكو سفاره بالعالم هيجي، خالي من القواعد العسكرية، قاعدة عين الأسد ما اللي في العراق الآن ما يدخلوها للإعلاميين ولا حد يعرف فيها وين بها جندي. لذلك أنا في تقديري مطالب الجماهير ومطالب الناس فوق مطالب الدول، هذا اللي نسعى له إحنا. شكرا يا أستاذ بدر. تغليب المطالب الوطنيه، الوطني الحقيقي اللي يرفع شعارات ابناء طيب. العراق الحقيقيين والشهداء، وهؤلاء لن يستطيع احد ان يلوي ذراعهم ولا طيب. يركب طيب. على ظهورهم في حرب ايران. شكرا ولا يا استاذ بدر. نحن نريد وطن. 10 ثواني يا استاذ انتفاض ارجوك. اخ جرير انت شفت احد متظاهر قال احنا ما نريد امريكا؟ كل الشعارات ضد ايران. امريكا حليف للعراق استراتيجي نحتاجه، احنا عايشين في منطقه محاطه بوحوش، محوطين بوحوش، جوارينا كلهم وحوش، نحتاج امريكا. لكن لذلك المتظاهرين ما قالوا احنا نريد امريكا، ولا حرقوا قنصليه امريكيه، ولا حرقوا علم امريكي، ولا حتى حرقوا علم اسرائيلي.
حرقوا علم ايراني، استهدفوا الايرانيين، استهدفوا قنصلياتهم، استهدفوا احزابهم. طيب، خلينا نكون واضحين. هذا سؤال مهم. انا بدايه طبعا او نهايه، هذا هو الحقيقه. في نهايه اللقاء اود ان اتحفظ على عده يعني الفاظ وردت في البرنامج، واشكركم طبعا مشاهدينا على المتابعه، ولكن اود ان اعتذر اليكم بنفس الوقت. استاذ انتفاض، اشكر جزيلا تواجدك معنا. عذرا عن الاستوديو. ما حصل انا يعني هذا يعني عاده في البرامج الحواريه اللي فيها التجاذب يعني عاده يعني تخرج الامور عن السيطره. احنا شعبنا دايموت، لازم ندافع. يعني دائما لك الحريه في ان تقول ما شئت، ونحن نتحفظ بشكل عام على الطرفين. طبعا على الطرفين.